إذا بالفترة هاي صار علي أي شيء بيكون السيد حقي سويدالي وسعيد كيليتش المسؤولين. سعيد سعيد رد علي، يلا رد رد، بترجعك. لا تنسى طمنا عليك بس توصل. اي نعم سعيد. سعيد اسمعني منيح، ركز معي، في بين ايدي تسجيل كتير بهمك. عماد حكي فيه عنك وعن البيك اللي بيشتغل معك. امير حط كرت ذاكره بشنطتي وانا المجنونه شفت اللي فيه، ما بعرف شو بدي اعمل، انا كتير خايفه سعيد. طيب اهدي، يبقى اهدي وروقي شوي. ماشي انت بالبيت؟ طيب ليكي ما تفتحي الباب لحدا، ماشي، وما تتحرك من محلك لحتى اجي. انا بس اصل بتصل فيكي، فهمتي؟ انا لازم اروح. شوفي شوفي اخي، شو بيعرفني سعيد؟ امير امير شو صاير لك؟ ولا شيء ولا شيء، ما في شيء. شوف كيف مزرق، ما في شيء. مين ضربك هيك؟ كانوا بدهم يسرقوني. انت قايل لي انك فايت بقضيه وانه ممكن تتأذى، قل لي لشوف، مو هنن لبنى عم قلك شباب حاولوا يسرقوني وانا عملت ضبط بالشرطه، هي كل القصه، وهلا تركيني اطلع ارتاح. طيب تعا تعا خليني اشوف وشك بالاول، يلا تعا. ماشي. موجوع وتعبان كتير؟ لا منيح، خلص ما فيني شيء. اقعد هون خليني اشوفك. امير اتركني خليني اشوف جرحك. عم قلك انا منيح، خلص منيح، حاش تنقي. لازم أعقم لك الجرح منيح، خليك مكانك، رح أجيب كم شغلة وإجي. سعيد مرحوبة كتير سعيد، شو بدي أعمل؟ فوتي لسكر الباب. يلا تا. طلع ومعلمهم الكبير هو مدير نسيم بيكتور، كل فترة مرة واحدة بالشهر بيجتمعوا ليتباحثوا بالأعمال والأرباح. هالتسجيل عم سجله لأنه حياتي بخطر وممكن بأي لحظة موت. حقي سويدالي وسعيد كيليتش عطوا أمر بهدر دمي. إذا بالفترة هاي صار علي أي شيء بيكون السيد حقي سويدالي وسعيد كيليتش المسؤولين. شوفي، كل شي سمعتيه بهالتسجيل بدك تنسيه، إذا ما نسيتيه ما رح تضلك عايشة. أي طبعاً طبعاً. لا ما شو إنك حمار، يعني كيف بيوقعك بهيك مصيبة من دون ما يحسب حساب حياتك؟ اسمعي لقلك، أنت جبت حدا معك؟ سعيد مين هاد؟ اهدي شوي بقى. شوفي، المعلم حقي بده اياك، لو انك اتصلت فيني كنت رحت، وبده البنت كمان. ليش هيك بده؟ طيب استنى. هيبة بدك تمشي معي؟ مستحيل، ما فيني روح معك، أمي هلأ بتجي من الشغل ورح تخاف إذا ما لقيتني. لا رح حل كل المشكلة ماشي،
ورح كون جنبك لا تقلقي، بس هلأ لازم تروحي معي. بس يا سعيد. يلا يلا. سعيد، طلع أخوك أمير وكيل نيابة، ليش ما قلت لي هالشي ولا؟ أنا ما عندي هيك أخ بنوب، لحنا متخانقين ومتقاطعين. بالله جد؟ لا هالشي واضح كتير، لهيك هو مشغول بالأدلة اللي سجل عماد ضدنا. حقي بيك، هي شغلة عماد عديم الشرف، هو بعت له إياها. هلأ مو المشكلة بأنه أخي أمير هو وكيل النيابة، خيانة عماد المشكلة. لك الكرت معنا وما عاد في شي بيخوف. وأنا شو بيعرفني أنه أخوك ما عمل نسخة تانية وخباها؟ حقي بيك، اسمع أمير مشان رجالك ما ياخدوا كرت الذاكرة حطوا بشنتاية هبة من دون ما يقلها، يعني لو كان معه نسخة تانية ما كان عرض هالبنت للخطر أبدا. ماشي الحال، اعتبرني إني اقتنعت. بس هاي شو وضع؟ هاي البنت شافت كل التسجيل معك ورجالي شافوها من الشباك. اعتبرها ما شافته، وأنا بوعدك من بعد اليوم ما رح يطلع ولا كلمة من تمها بخصوص الموضوع ولو على قطع رقبتها. تمام، ضل حط اللزقة. يسلموا. موجوع كتير ما؟ عادي، ما فيني شي. يلا أمير. شكرا. خليني طلعك لفوق مشان تغير ثيابك وتنام. لا خلص بطلع لحالي، أنا منيح مالي كلها لقد تعبان. خلص